احنا كنا وصلنا لغايه الفيزيكولار مود، كنت افكركم اللي هو اسمه الحبل العنقودي عامل زي العنب، وقلنا دي عباره عن فيلاي وتتحول الى فيزيكلز. طبعا هنكمل الموضوع ده وهنبتدي موضوع النهارده يا رب نخلصه ان شاء الله. انتي بارت مانج، اول احنا وصلنا لغايه الكلينيكال بيج. واحده عندها فيزيكولار مود تشتكي من ايه؟ اللي مذاكر ابورشن، فاكرين ابورشن؟ ايه امينوريا، في بليدنج ثم بين. اكتوبري كان العكس، كان امينوريا بين ثم بليدنج. ده شبه الابورشن. يعني طول ما انا ماشي عايز اطلع الحاجات السبيسيفيك. اي واحده عندها سقط بتشتكي من امينوريا بليدنج ثم بين. نمسك اول حاجه امينوريا، ما ده حمل، ده حمل قوي كمان، يعني بدل ما بترجع مره بترجع ايه؟ اكتر، عشان اتش سي جي ايه؟ عالي. طيب عايز حاجه سبيسيفيك، نيجي للبليدنج. كتاب الاسم كاتب ديت اهم سيمبتوم في الفيرست ترايمستر. يعني عيانه هتيجي تشتكي من بليدنج في اول ثلاث اشهر. ريكارنت ومايل، طب ما احنا خدنا نوع من الابورشن اسمه ثريتن، حد فاكره؟ اللي هو ايه؟ اجهاض منزل، بينزلها بالراحه. عيانه بينزل عليها نقط دم، طب ما دي برضه بينزل عليها نقط دم، عايز افرق. لغايه دلوقتي ولا حاجه اسمه سيمبتوم. عشان لما تجي لي حاله امتى اقول فيزيكولار مود؟ طيب نيجي للبليدنج، للبين. البين كتاب الاسم كاتب uncommon، مش common قوي. ايوه بس هقول لك انواع البين. نفترض دلوقتي رحم وفي عنب. واحد يكبر 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 يكبر، العيال تحس بأي نوع من البين؟ دال ايكينج. طب ما برضه الاكتوبيك اللي احنا خدناه، التيوب فيها بيبي. كل شويه برضه بيكبر يكبر، يبقى برضه ضل ايه؟ ايكنج. مفيش فرق. نفسي الاقي في حاجه تفرق لي بين ده والاكتوبيك والابورش. طيب نفترض دلوقتي الرحم بينقبض عشان يطلع العنب، هيعمل اي نوع من البين وهو بينقبض كده؟ كوليكي. برضه التيوب وهي بتضرب البيبي بتعمل اي نوع من البين؟ برضه كوليكي. نيجي لاخر نوع بقى، الفيزيكلز عندها القدره فور ايه؟ العنب. بينتريشن، انه يخرج. طب هو بيخرج العيال تحس بوجع اسمه ستابنج، سكينه. اكيوت ابدومينال بين، طب ما برضه تيوب لما كان فيها اكتوبيك برضه كان بيدخل ويخرج ويعمل برضه ستابنج. على فكره لغايه دلوقتي مفيش فرق، يعني كل دول شبه مين؟ الابورشن والاكتوبيك. عايز افرق عشان لما تجي حاله تعالى ننزل على اللي بعدها. نيجي على الدستشارج بقى، برون جوز دستشارج، ده مشهور جدا. مش عارف تعرف حاجه اسمها عصير القراصيا؟ في ناس تعرفه زي بتاع رمضان، في حاجه عامله زي الصراصير كده، خلاص اللي هي لونها اسود كده وتلاقي ميه عصير القراصيا. طلع دي اسمها برونجوس. في ناس ما تعرفش القراصيا دي. عارفين اللحمه؟ اذا انا جبت لحمه وحطيتها في ميه ونقعتها فتره هيبقى لونها عامله زي ميه غسيل اللحمه، هي إيه دي. العيال تقول لك ايه؟ نازل عليا ميه زي غسيل اللحمه. تلاقي ميه ايه؟ ميه معرقه بدم، سببها ايه؟ الرسمه دي مش ده العنب؟ والعنب ماسك في بعضه بايه؟ فاسكولارايز ميديكال. سيادتك لما تفرقع عنبايه هينزل ايه؟ ميه. وما تفرقع بلاد فيسل هينزل دم. فيقول لك كرون جوز ديسشارج. هل دي سبيسيفيك؟ يعني لما يجي لي حاله في الامتحان يقول لي عيانه نازل عليها برون جوز ديسشارج، هل تعتبر فيزيكولار مول؟ برضه لا. على فكره هناخد موضوع اسمه اكسيدنتال هامج النهارده، انفصال في المشيمه، بينزل ميه ومعها ايه برضه؟ دم. يعني بتعمل برضه ايه؟ برون جوز ديسشارج. عشان كده بقول لك ان ده مش سبيسيفيك. حتى خدنا نوع اسمه ميزد ابورشن، كان بينزل حاجات لونها بني، ما هي برضه زي البرون جوز. طلعت نزلت لغايه دلوقتي ولا حاجه سبيسيفيك، عشان بس ما تلاقيش ان كتاب الاسم كاتبها هنا تبقى سبيسيفيك. مين بقى اللي سبيسيفيك اهي؟ ليه؟ فيزيكلز. جاب لك حاله في الامتحان، واحده بتتصل بيك بالتليفون بتقول لك نازل عليا عينه، تبقى ايه؟ فيزيكولار مول. كان كليه 6 اكتوبر والله جالهم السؤال ده مره، انا فوجئت، انا كنت براقب عليهم مره، جالهم بيقول لك مكتوب فيزيكلز نازل عليا عينه بدل بيبي. فالواد بيقول لي دي حاله ايه؟ حاله بيقول لك جايب لك فيزيكلز، يبقى تكتب ايه؟ فيزيكولار مول. يبقى ما يجيب لي في الامتحان بقى ايه الحاجه اللي سبيسيفيك في السيمتومز اهي، دي اللي نركز فيه اللي احنا راجعها في الاخر. يبقى بيقول لك ايه الحاجه الباثوجنومونيك في حالات الفيزيكولار مول؟ از فيزيكلز، نازل عليها ايه؟ عنب. طيب نيجي للسايز نفحصها برضه، هضغط على الحاجات اللي ايه؟ سبيسيفيك.
جنرال ابدومينال اند لوكال نيمت كراود جنرال. اذا كان النزيف قليل هتبقى ايه؟ بيل. اذا كان النزيف كتير هتبقى شوب. طب ما ده زي الابوش. الابوش انا ثريتن تبقى بيل. الانيفيتابل اللي هي بتنزف كتير هتبقى ايه؟ شوب. مفيش حاجه سبيسيفيك. هنا بقى دي السبيسيفيك شويه. اذا قالت لك عندي تسمم حمل، احنا خدنا المره اللي فاتت ليه الحمل العنقودي او العنب بيعمل بري اكلانسيا. قلنا ان الرحم ضخم قوي فيه عنب مدوره بيضغط على الرينال بلاد فلو بيطلع رينال انجيتنسين 1 و2 يعمل فازو. يبقى ما تقول لك العيانه انا عندي تسمم حمل اشك ان الحمل اللي جواها ده غالبا فيزيكولار مون. ليه؟ لان الفيزيكولار مون بتؤدي الى بري اكلانسيا بتضغط على الرينال بلاد فلو. طيب نيجي ليه ابدومينال. الاسطمبه دي اول مره اقولها، وعلى فكره انا ماشي بيها المنهج كله عشان ما تلخبطش. اما تفحص بطن عيانه حامل هشرحها هاخد فيها وقت. اما اشرح بطن عيانه حامل هتقول لي الاكزاميشن بتاعها كالتالي. هقسم بطن العيانه حاجتين بقى، يوترس وجواه مين؟ فيتر. ادي رحم وجواه بيبي. الرحم همسك فيه اول حاجه فاندر ليفل. يعني ايه فاندر ليفل؟ بحط اشوف القمه بتاعت الرحم فين في بطن العيان، هنا ولا هنا ولا هنا. واللي انتوا ما تعرفوش بقى ان بطن العيان بتتقسم اسابيع. يعني ايه؟ يعني اذا الرحم وصل لغايه السيمفسس بيوبس مؤقتا نحفظ الرقم ده 12 اسبوع. طيب اذا الرحم وصل لغايه الامبليكس 24. طيب اذا وصل للزيف استرنم 36. كفايه الثلاث ارقام دول. يبقى عند السيمفسس بيوبس كام؟ 12. عند الامبليكس 24. عند الزيف استرنم 36. ندي مثال، جيت فحصت العيانه لقيت الرحم عند الامبليكس كام؟ 24. سالتها اخر دوره امتى؟ راحت طلعت من 24 اسبوع. يبقى العيانه دي غالبا الفاندل ليفل ايكوال البيريود اوف ايه؟ امينو ايه؟ يعني الفتره اللي انقطع فيها الدوره قد حجم الرحم بالظبط، وده النورمال. طب افترض انا لقيته عند الامبليكس اللي هو كام؟ 24. وسالتها قالت لي لا ده انا اخر دوره من 12 اسبوع. يبقى كده الفاندل ليفل ايه؟ اعلى. ممكن يكون في توأم، يكون في حاجه. طب اذا انا لقيت 24 وسالتها قالت لي لا ده انا بقالي 32 اسبوع الدوره قطعت، يبقى دي الفاندل ليفل ايه؟ يبقى عندي ثلاث احتمالات. يا اما الفاندل ليفل ها ايكوال البيريود اوف امينوريا، يا اما الفاندل ليفل اعلى، يا اما الفاندل ليفل اقل. نخلص بقى من السؤال بتاع الاكس كيو. تفتكر ايه الكومنست كوز اوف فاندل ليفل اعلى من البيريود؟ يعني ان الرحم يبقى اعلى من البيريود اوف امينوريا، ايه اهم سبب؟ توينز. غلط. فيزيكال هرمون. غلط. ممتازه. غلط. عيل مفروسومي. غلط. انا بس بخليكم تفكروا عشان ده بيجي في السلوك كل سنه. بولي هيدرانوس. غلط. بس هي دي ميس كالكوليشن. يعني حسب الغلط. يعني لما يجي لك سؤال في الانسكيو وات ذا كومن سكوز قبل ما ناخده يعني الفاندل ليفل اعلى من البيبي فاميليا حسبت غلط، هي ادتني اخر دوره غلط، انا حسبت غلط، يبقى ده كومن سكوز. طيب ناخد السؤال الثاني، ايه الفن ايه اهم سبب للفاندل ليفل اقل؟ البيبي فاميليا يعني اكتر عرفنا، ايه الفاندل ليفل اقل؟ ايه الكومن اللي خليه اصغر؟ برضه ميس كالكوليشن. يبقى اذا طلعت نزلت الكومن سكوز اوف فاندل ليفل اعلى از ميس كالكوليشن، واقل برضه از ميس كالكوليشن. فحالتنا النهارده بس في الاخر هقول الفضل ليفل اعلى ولا اقل ولا دوره بيبقى ايه؟ اعلى. بس مش ده كومنست. هل ده سبيسيفيك؟ لا. ممكن يكون توأم، ممكن يكون ورم ليفي، ممكن يكون زي ما بيقول بيبي فحل، ميه كتيره. يعني قصدي اقول ان الفضل ليفل ده مش حاجه سبيسيفيك، بس في الفيزيكولار مول بيبقى ايه؟ اعلى. اغلس في الشفوي اغلس يقول لك امتى اقل؟ الشاطر يقول لي في الفيزيكولار مول الاقيه واطي. اذا العنب ايه؟ خرب. يعني حصل اكسبالش. يعني واحده بتقول لك نزل عليا عنب، اكيد الرحم هيحصل فيه ايه؟ هيظهر. يبقى ما يسالك بقى الفاندل ليفل في حالات الفيزيكولار مول هتقول له اكتر من بيريد فاميليا، امتى اقل؟ اكتب كلمه ايه؟ ها؟ اكسبالشن. طيب نيجي اللي بعده بالتون. حط ايديك على الرحم بتاع العيان هتلاقي حاجه من اثنين، كونسستنسي وتندرنس. طبعا انتوا خدتوا في الجراحه او هتاخدوا الكونسستنسي انواع، في حاجه اسمها هارد هي دي، في حاجه اسمها فيرم
اللي هو زي ده او المناخير خلاص، في حاجه اسمها صوص اللي هي اللوبيول دي. هنا بقى حاجه غريبه جدا، حاجه اسمها دوي. هو ايه الدوي؟ عجينه. على فكره مفيش حاجه في المنهج عجينه غير ده. يعني اذا جاب لي في حاله في الامتحان دوي انكونسستنسي هقول فيزيكولار ايه؟ يبقى مسألة بقى في الامتحان ايه الحاجه اللي سبيسيفيك هي؟ دي تاني حاجه. ان الدوي انكم مفيش حد يقول لي دوفي، مش حد يقول لي دوجري. على فكره بيدوا له حاجات جميله قوي في الشرق اسمه دوي. دوي يعني عجينه. ليه دايما بلاقي عجينه في حالات الفيزيكولار مود؟ ركزوا على بطني انا، كانها في عنب. لما تيجي تضغط على العنب يحصل فيه ايه؟ يفقع، يسيب مكانه زي فينجر برينت ولا لا؟ زي العجينه، انت لما بتحط صوابعك على العجينه بتعمل ايه؟ بتسيب بصمه من ايديك. يبقى مسألك ايه سبب دي الدوي؟ قول له مفيش كيس. يعني مش الحمل بيبقى فيه كيس فيه ميه؟ لما بتيجي تحط ايديك كده شيل ايدك الكيس يرجعها. في حالات هنا مفيش ممبرين يبقى فيه فيزيكلز. يبقى اللي عايز يكتبها ليه دوي بقى السبب الحقيقي، فطبعا كتاب اسم كاتب نو اميوتيك ممبرين. انا عارف. طب ليه دوي برضه؟ يعني ليه لما تيجي تضغط تلاقي صوابعك علمت على بطن العيان؟ السؤال due to rupture. due to rupture of some vesicles below examining fingers. يبقى due to rupture of some vesicles below examining finger. نفتح عينينا، انت اللي كنت بتقعدي ورا خلاص. below examining finger، انت اللي هتسمعي خلاص. اه فتفوقي. below examining fingers هيعمل حاجه اسمها finger ايه؟ فينجرز. بس يبقى ما يسالني ايه سببه؟ قول له some vesicles rupture below examining fingers فتعمل finger ايه؟ print. كده احنا خدنا حاجتين specific. حد يقدر يقول لي العنب في الحاله تقول لك نازل عليها ايه؟ عنب. يبقى في vesicular mood. الحاجه الثانيه دوي دي specific. preeclampsia اه او لا؟ يعني دي تساعدني. طيب نيجي للتندرز. سيادتك لما تضغط على بطن العيانه هي تتوجع تقول pain. انا اشوفه يبقى ايه؟ تندرز. يبقى في الساين وانا بفحص العيانه تقول اي. تفتكر في حالات الفيزيكولار مود هل في تندرنس ولا لا؟ واحنا فوق قلنا في بين. اه هو انكومن، بس يوم ما يبقى في بين يبقى اكيد في ايه؟ يبقى هل ده سبيسيفيك؟ لا طبعا. اي عيانه حامل ابورشن تضغط على بطنها تقول لك ايه؟ ايوه. يعني قصدي اقول ده برضه نان سبيسيفيك. نيجي للبيبي بقى. انا كده خلصت اليوتس. الفيتس بقسمه حاجتين، فيتال بارتس وفيتال هارت ساوند. يعني ايه فيتال بارتس؟ ان شاء الله هناخد في الليبر واحنا عيانه حامل تيجي تحط ايديك تلاقي راس، هتتحسب البطن. هنعرف ازاي نفرق بين بطن وهيد. انا احط ايدي هنا الاقي راس، احط هنا الاقي بوتوكس. يبقى انا بحس الفيتال ايه؟ بارتس. بعد كده بسمع نبض الجنين، بجيب سماعه واحطها على بطن العيانه وابتدي اسمع. ده اللي بيسموه فيتال هارت ايه؟ ساوند. هل العنب في بيبي؟ لا. لا؟ عشان كده نشاطها نو فيتال ايه؟ بارس نو فيتال اناليس. يبقى ده المره اللي فاتت اللي حضرت. امتى الاقي بيبي في حالات الفيزيكولار مود؟ بارشال ولايف. واحده بتعمل كده يعني سببين. اول سبب بارشال مود. ايه هو البارشال ده عشان ما حضرش؟ جزء عنب وجزء بيبي. طيب الحاجه الثانيه اذا كان توأم، يعني توأم واحد فيهم عنب والثاني ايه؟ بيبي، بيسموه ايه؟ باين اوفيلار كين. يبقى هنا بكتب امتى الاقي بيبي او امتى الاقي البيبي في حالات الفيزيكولار مول، هما حالتين اللي هو بارشال مول وباين اوفيلر توين. ليه قلنا باين اوفيلر اللي كان فكره؟ ليه ما قلتش يوني اوفيلر؟ لان اذا كان يوني اوفيلر الاثنين هيبقوا فيزيكولار مول. امال اذا كان باين اوفيلر هيبقى واحد فيزيكولار مول وواحد ايه؟ نورمال فيتس. كده يبقى انا الاسطمبه دي هنكررها في المنهج كله. يعني ان شاء الله ما ناخد انتي بارتم دلوقتي اجي اقول لك افحص بطني انا حاجه تقول لي هقسمها ايه وايه؟ ها؟ يوترس وبيبي. طيب اليوترس شوف الفضل ايه؟ ليفل. حط ايديك على بطنها شوف التون كونسيستنسي. بعد كده بتتوجع ولا لا؟ حس اجزاء البيبي اللي هي ايه؟ بارتس. اسمع نبض الجنين اللي هو فيتال هارت ساوند. يبقى دي الاسطمبه اللي هنمشي عليها عشان ما اقعدش كل شويه افكر. نيجي بقى لوكال. دخلت صوابعي جوه العيان طلعت الحاجة من ثلاثة، تقولوا لي الحاجة السبيسيفيك. لقيت نزيف ولا حاجة، برون جوز ديشارج عصير قرصين، يبقى الحاجة السبيسيفيك ازاي؟ اهي. يبقى مسألة ثالث حاجة سبيسيفيك في الفيزيكولار مول از. يبقى أنا تركيزي على ثلاث كلمات في الصفحة دي. في السيمتوم يجي لي كلمة فيزيتال، في الساينز
احساس بطن العيانه ايه؟ دوي، عامل زي العجينه. افحص بالجوانتي الاقي ايه على الجوانتي؟ فيزيكلز. نيجي بقى لدي، هل دي تتحس ولا لا؟ اللي هي الاكياس اللي كانت على المبيض اللي بيسموها ثيكال يوتين سيست، قلنا هناخدها بعد كده. تفتكر هل تتحس بسهوله؟ صعب. يعني ديت ممكن تتحس وممكن لا. ان انا افحص العيانه الاقي سيستس على الجنبين او لا. طلعنا نزلنا ثلاث كلمات في الصفحه دي، شو لخصتهم؟ في السيمبتوم فيزيكال، في الساين دوينج، في الجوانتي فيزيكال. نيجي للانفستيجيشن. ايه الانفستيجيشنز بتاعت العيانه؟ ادي الانفستيجيشن. هاخد برضو الحاجات السبيسيفيك، هسألكم سؤال بس ما تبصوش على الصفحة دي. ما تبصوش بقول، خلاص؟ هسأل سؤال وفكر معايا. تفتكر طبعا احنا قلنا العنب ده بيطلع كميات فظيعة من اتش سي جي اللي هو هيومن كوريونيك جونادوتروبين. ما هو عنب بقى بيناين تيومر. فقال لك ان هو تفتكر لما اقيس الاتش سي جي والاقيه معدي ارقام خيالية 300,000 400,000 ولا اعمل سونار واشوف الفيزيكلز ده ات از ذا جولد ستاندرد بالمخ. انا اتصل بيا عيانه عمل التحليل اختبار حمل لقيته 300,000. 300,000 دي معناها انها حامل في 10 20 بيبي، ده في اول حمل. فرقم خيالي، انا ما اسمع الرقم ده اكيد فيزيكولار مول. ولا اعمل الترا ساوند واشوف الفيزيكلز، بيسموها سنو ستورم ابيرنس. هشرح لك ليه سنو ستورم، وفي صوره في كتاب الاسم، يعني حاجات حتت بيضة وحتت سودة زي العاصفة الثلجية. تفتكر لما الاقي عاصفة ثلجية في بطن العيانة احلف انها فيزيكولار مول ولا الاتش سي جي معدي احلى؟ على فكرة الاتش سي جي احلى، بس كتاب الاسم كاتب ذا جولد ستاندرد از الترا ساوند. بتوع السونار يعرفوا الكلام ده في الشفوي. يعني بيعمل الترا ساوند عارف ان السنو ستورم دي في ثلاث مواضيع في المنهج. يعني لما الاقي تلج دي عباره عن ايه؟ ميز ابورشن، بيبي ديجريتد، فيبالي ابيض. خلاص؟ سابميوكاس فايبرويد ديجريتد، ابيض، ما تكتبهمش، احنا ماشيين على كتاب الاسم. اخر حاجه فيزيكولار مول، بس لما حد يقول لك في الامتحان ايه الجولد ستاندرد؟ كتاب الاسم كاتب ايه؟ ما هو ده الفيصل، ها؟ از الترا ساوند، يعني الاتش سي جي مش مهم. فطبعا الاتش سي جي مع الالترا ساوند دايجنوستي، بس اذا خيرت في الام سي كيو هختار مين؟ الترا ساوند، هيجيبوا الاسئله منه. تعالى بقى نطلع للاتش سي جي. اكتر من كام؟ 100,000، والنبي عنده الاصفار في الامتحان. في ساعات يجيب لك 10,000، دول كويسين، مش عارف كده. 100 ادي 1 2 3 4 5، انت عينيك بتضرب في الام سي كيو. فاذا لقيته معدي 100,000 في اول 8 اسابيع، اشطب لي 8 ل 10 دي. كان اسمه كاتب في الفيرست 8 ويكس، بعد كده بيبتدي يقل. يبقى ان ذا فيرست 8 ويكس اكتر من 100,000 دايجنوستيك. طيب بيقول لك عشان تتاكد تعمل ايه؟ احنا قلنا الترا ساوند. كتاب الاسم السنه دي عرف سبب السنو ستورم ابيرنس. حد يقول لي العنب عباره عن عنبايه فيها ايه جوه؟ فلويد. والفلويد في السونار بيبان باللون؟ لا، اسود. على فكره الميه اللي حوالين البيبي سودا، خلاص؟ يبقى الميه بتبان باللون الاسود. امال الدم؟ في بيبي بتفرقع، الدم بيبان باللون الابيض. فانت تلاقي عباره عن عنبايه لونها ايه؟ اسود، والابيض ده ايه؟ بلاد. ودي اسود والابيض بلاد. الابيض ده اسمه عامل زي العاصفه الثلجيه، يسموها ايه؟ سنو ستورم ابيرنس. ودي من الصور اللي بتجي لك في الاوسكي. ما انت عندكم امتحان اوسكي، في صوره هتجي لك مطبوعه، انت هتاخد الصور بتاعتها، صوره للفيزيكولار مول ويكتب لك دي ايه؟ تقول له سنو ستورم ابيرنس. دايجنوستيك طبعا، باثوجنومونيك يبقى بيسالك بقى هل دي سبيسيفيك الاجابه؟ انا ماشي على كتاب الاسم، انا مش عبقري يعني. فبيجي يقول لك بقى ايه الجولد ستاندرد تو دايجنوز فيزيكولار مول؟ كتاب الاسم ذهب، هتقول له ايه؟ الترا ساوند. طيب احنا كده عرفنا سببه، فيزيكلز سراوندد باي بلاد، مكتوبه كده في كتاب الاسم. يبقى عنب وحواليه دم. الفيزيكل تبان باللون الايه عشان حد غلس؟ الاسم. الابيض ده عباره عن ايه؟ بلاد. طب بارشال مول بقى، احنا كده اتكلمنا على الكومبليت مول اللي كله ايه؟ عنب. احنا قلنا في جزء بيبي وجزء هيبان لك بيبي، بس في تشوهات وحواليه البلاسينتا فيها فيزيكو، يعني في عنب موجود جوه البلاسينتا. يبقى ديت بس اني بينا كاتبها عشان كتاب الاسم كاتبها، ان هلاقي امبريو ويز كونجينيتال انوماليز، لان ده ترايبلويد 69 كروموزوم، ده انوماليز مع فيزيكولار تشينز ان بلاسينتا. نيجي بقى تشيست اكس راي اللي بعملها وسيت سكان، ده اللي فاهم المره اللي فاتت.
نعمل إشعاع الصدر. نعمل إيه على البرين؟ في نوع من الفيزيكولار مول بيبعت ميتاستاسيس، مش احنا قلنا العنب عنده القدره فور ايه؟ انفيجن، فيمشي في الدم ويروح لللنج والعنب ما تقدرش تاخد نفسها. يبقى ما يسالك انت ليه عملت دول؟ اكتب جنبه ميتاستاتيك ورك اب، يعني اعرف النوع الثاني اللي اسمه ايه؟ ميتاستاتيك. انا عايز اعرف هو راح فين؟ راح لللنج، راح للبلين، لان ده ممكن يقلب كوريو احنا اتفقنا كارسينوما. يبقى ما تنساش تشيست اكس راي وسيت سكان. ليه؟ البرين علشان ميتاستاتيك ورك اب. ناخد بقى العلاج. الخص كلامي قبل ما اقلب للعلاج، اهم سيمتوم في الفيزيكولار مول از فيزيت، اهم ساين في بطن العيانه از دوي. الاقي على الجوانتي فيزيت. تفتكر جولد ستاندرد تو دايجنوز فيزيكولار مول از، خليك جامع اهو، الترا ساوند. ليه؟ هلاقي عاصفه بحبها جدا، سنو ستورم ابيرنس. نيجي بقى للتريك، ثلاث معلومات بدون ما نبص. جات لك عيانة عنب في العيادة ولقيت كله عنب عنب عنب، هل اكمل الحمل ولا الهيق دلوقتي ولا اعمل انفستيجيشن براحتي؟ هو انت عندك احتمال العنب يقلب بيت سحر يعني؟ يعني العنب ده زي سته ممكن يعمل ايه؟ يقلب بوليو كارسينوما او يخرج مين اليوترس، وممكن يبعت ايه كمان؟ يبقى اللعبه ايه بقى؟ وانس ده الجمله دايجنوز وانس ايفاكيويتد، عمل تفريغ، يبقى نزل العنب ده اسرع ما يمكن. يبقى اذا يوم ما اكتشفه يوم ما هنزله. نعم. طب لو داي اوفلا؟ داي اوفلا احنا قلنا هنكمل، بس ده مش عليه، مش مكتوب كده باسم. بارشال مول هنزل عشان انومالي. احنا قلنا الثاني هنتابعها، اذا لقيت العنب دخل في الوول هنزل البيبي الثاني. بس انت عليك دلوقتي اللي مكتوب في كتاب الاسم اللي هو ايه؟ وانس دايجنوزد وانس ايفاكيويتد، يعني انا يوم ما اكتشفه يوم ما ايه؟ حن. طيب المعلومه الثانيه، فاكرين الكياس اللي على المبيض لونها اصفر هي تيكا لوتين سيست، اشيلها ولا لا؟ هل تتوقع ايه سببها؟ الاتش سي جي العالي بيطلع كياس لونها اصفر، بيبقى عامل زي الاتش زي الكوربس لوتين لونه اصفر. تفتكر هل يتشال ولا لا؟ قال لك لا. عارف ليه؟ انا يوم ما انزل العنب هيحصل ايه في الاتش سي جي؟ هيحصل ايه في الكياس؟ يبقى ما يسالك بقى، هل الاكياس لوغريان سيست تشال الاجابه كونزرفاتيف؟ يعني ايه؟ ولا حاجه. هقول لها يا مدام ان شاء الله هيختفوا، طبعا لان في بعض الدكاتره بتحب تشتغل، تروح عامله ايه بقى؟ تكبر الصوره في الصناره. اه والله، ده في ناس يقول لك اخلق شغل لنفسك، ما السوق نايم والناس ما بتدفعش، فانت تعمل ايه؟ تروح مكبر الصوره. انت عندك في الصناره زرار يكبر لها السيست، هي السيست ممكن تكون 4 سم تطلع لك. يا مدام شايفه فيك ايه؟ تقول لك الهار اسود كل ده جوايا؟ عشان كده انا حاسه بتقل برضه، خلاص يعني حاجه كبيره. وانا يا فندم دي اذا فرقعت وانت في الطريق هتموتي، فيا ريت تتصل لاهلك، خد الموبايل كده على طول، اتصل لاهلك يجيبوا فلوس بسرعه وتعالى. طبعا النصحه بتعمل له ايه؟ تقول له طب هروح اجيب الفلوس وايه؟ خلاص الهبله الحقوني انا هموت. هو بقى يفتح بطنها يا سيادة، وانس فتح بطنها بتحصل والله في مستشفيات في مصر كده، تدخل لازم يفتحوك ويشيلوا منك. يقول لك هيفتح بطنها، هيقول لها فين الكيس؟ الكيس قد كده. يقول لها انت ربنا بيحبك، وانا بفتح فرقع في وشي، شايفه؟ واحط ميه على وشه كده، فرقع في وشه، انا انقذتك، ده انت الحمد لله ربنا انقذك. يقول لك ده الدكتور ده انقذني. السيست اوعى تعمل فيها حاجه. يبقى ما يسالك هل الاوفيريان سيست شايله الاجابه؟ مفيش حد يقول لك افتح بطني صدقها، يعني اروح لدكتور تاني في مصر. طيب نيجي بعد كده على تريتمنت انليس ايه بقى؟ كومبليكيتد. يعني نفترض ان الكيس ده فرقع، لا دي حقيقه نفترض حصل له تورشن. يعني ايه تورشن؟ شوف برضه احنا قلنا دي ما نقولهاش خالص، الحركه دي غلط في الشكل. احنا قلنا تورشن اذا عملت كده هقول لك مش فاهم، تروح انت عامل كده، تروح عامل تروح واقع. لا ده انت التورشن خلي ايديك كده، قول له اكزيا روتيشن، حاجه ليها اكسس ولف. يبقى انت عندك تورشن تيجي تصور افتح، حصل هيمرج رابتشر، يبقى اذا حصل كومبليكيشن هفتح. اخر معلومه بقى، هي الشطاره افضي العنب ولا الشطاره تابع؟ وانت فاكر انت ما تفضي العنب هتفضيه كله؟ يعني مش ممكن تسيب عنبايه جوه وممكن تقلب ايه؟ يبقى الشطاره الفولو اب. اذا جالك في الامتحان علاج اوعى تشرح التريتمنت ده، انا اقول له الاهم از فولو اب. السؤال التحليلي بيجي لك فولو اب افتر فيزيكولار مول. طبعا في مصر هنا احنا شاطرين في التفريغ، نقعد نفضي، هنشوف آلة جميلة جدا بنفضي بيها، اقعد افضي عنب عنب قاعد ينزل كده فرحان بقى انا انقذتها من العنب. وبعد كده ينسى العيان، العنب بيتحول الى
كوري كارسينوما انا عندي تروح في داهيه، ده الشطاره. اعمل فولو اب لمده سنه الى سنتين كده، عندي ثلاث معلومات قبل ما ابتدي العلاج. وانس دايجنوزد وانس ايفاكيويتد، الاوفيريان سيست اعمل فيها حاجه؟ ولا حاجه، الا اذا كانت كومبليكيتد. الفولو اب لمده سنه الى سنتين. تعالوا بقى نشوف هنفرغ ازاي. الايفاكيويشن بطريقتين، بدي الاله دي هتلاقيها تعدي عليكم. الاله ديت انا وريتها لكم قبل كده، اسمها ساكشن. ايه الساكشن دي بقى؟ دي اله بتجيلك برضه في الاوسكي، بتبقى عباره عن اله فيها خرم في الهاندل كده، وخرم كبير فوق، بتوصلها بخرطوم بجهاز ساكشن بالكهرباء. سيادتك بتحط صباعك على الخرم ده وتدخل جوه العيان وتسمع بقى زي المكنسه كده شفاط. ادخل بقى والعنب بيجري، منظر في المنتجه عنب بيجري كده، ها وشافه بقى شفاف كده، عنب عنب فيزيكال. بس عايز اوقف الجهاز اعمل ايه؟ شد الفيشه؟ لا، شيل صباعك، ها، لان ده شوط هواء. يبقى جميل جدا. وايه بقى التفريغ ده؟ ما بياخدش وقت. طلع ان دي احلى من دي. المعلقه الكحت اللي هعدي عليها، احنا قلنا معلقه الكحت بنمسكها ازاي؟ اربع صوابع ورا واصبع قدام كده، اكحت قدام. ليه دي خطر؟ دي مشكلتها ان انا ممكن المس الوول بتاع اليوترس، فممكن اعمل ايه؟ بيرفوريشن. حصلت معايا وحصلت مع غيري. انا والله خرمت بره عيانه، ايه المشكله وانا نايم صغير؟ احساس قذر بس اهو كان لازم اجربه. وانا داخل كده امبليكاس، يا نهار اسود انا خرمت، رحت طالع. يا ريت كده طالع من بطن العيان، انا خرمت. طبعا دي تخرج بسهوله، ده لا يمكن. ليه بقى؟ بلانت، ما بلمس الوول، انا حاطط ايدي على بطن العيان، شايف؟ في النص، يعني بيشفط في الرحم ايه؟ يبقى مين يعمل بيرفوريشن اكتر، ده ولا ده؟ الاجابه الكراكت، اللي هي معلقه الكحك. فالسؤال بقى، ذا جولد ستاندرد، ذهب فور ايفاكيويشن از ساكشن. عدي عليك الساكشن وتحط صباعك الثمب على دي، خلاص؟ وتقعد تعمل كده مش عارف صوت، كل واحد يديها اللي جنبه وتودوها ورا في الاخر. دي معلقه كحك، اربع صوابع ورا وصباع قدام، اكحت قدام اكحت ورا وهكذا. بنمسكها برضه نشوفها في الامتحان تبقى اسهل. يبقى انا هعمل ساكشن، طب ليه ما اعملش هيستروتومي؟ ودي مش مكتوب كتاب الاسم، كويس الحمد لله انه شالها. كان الكتاب القديم دي مكتوب. تفتكر ليه ما اعملش؟ يعني ايه هيستروتومي؟ قيصريه بس قبل الايجوبابيلتي، افتح بطنها وانزل عنبايه، مع ان العمليه دي في العنب ممتازه. ليه بقى؟ انا هفتح وافتح الرحم واشوف العنب بعناية، يعني انا كده هانشور كومبليت ايفاكيويشن. الكحت ده او الشفط مش هيخليني انزل كل العنب. سؤال بقى، اذا انت عملت هيستروتومي ليه اتلغى؟ معناها جميله، بشيل عنبايه عنبايه. هتقدر تقول لي ليه اتلغت؟ تعالى لما تيجي تعمل قيصريه في اي عيانه وتجيب لها بيبي عايش، بتنسى وجع القيصريه ليه؟ بيبي اول بيبي بتاعها، تقعد ماسكاه كده وتنسى الوجع وتنسى. طب اذا اديتها بيبي ميت وفتحت بطنها محبطه، انت فتحت بطني على بيبي ميت، وبيبي ميت بس بيبي، بس فتحت على شويه عنب. قلت لك يا نهار اسود، ده انا بجيب فاكهه، ده المره الجايه هجيب بلح، بيجي لي عقده. قلت لك ده فتح بطني على عنب. فانا قصدي اقول اول حاجه سايكولوجيكال تروما، ثانيا الهيستروتومي لسه اللور ترانسيفت ما اتكونتش، الجرح بيبقى فيري ويك، بيفرقع في الحمل اللي بعده. عشان كده اوعى تعمل هيستروتومي، السكار ويك. الحاجه الثانيه سايكولوجيكال تروما، عشان كده الحمد لله كتاب الاسم جاب في السنه، يبقى في الامتحان هكتب فاجينال ايفاكيويشن باي ايه؟ ساكشن. تعالى بقى نشوف الساكشن هنعمله ازاي. قبل الساكشن في معلومه، اثناء الساكشن في معلومه، ده شفوي بقى ما تكتبوش في الامتحان. افتر ساكشن في معلومه، انا هكتب في الامتحان ساكشن عشان ما اضيعش وقت، لان اهم اكتب ايه؟ فولو اب. انتوا دايما تنسوا، تطلع الامتحان تقول يا نزلت العنب، ها؟ يا ابني نسيت اهم حاجه اللي هي ايه؟ ها؟ فول اب. تعال نمسك بقى قبل السكشن. هدي البوسه بروستا جلاندن. اهي بروستا جلاندن اللي هو ميزوتاك اللي قلنا عليه. قوي جدا. حطها لها في الفاجينا، ابلعها لها اورال. ليه بديها قبل بيوم؟ يعني هعمل تاني يوم الصبح ابلع العيانه بروستا جلاندن او احطها لها في الفاجينا. هيخلي اليوترس ايه؟ كونتراكت، لان سوفت يوترس وانا بشفط ممكن اعمل ايه؟ بفريش. غير كده ان معلقه السكشن شايفين تخينه ازاي في ايديكم؟ يبقى محتاجه سرفايكال ايه؟ بس يبقى انا دلوقتي اخلي عنق الرحم يفتح واخلي اليوترس يكونتراكت عشان ما اعملش بفريش. ده امال ليك؟
يبقى انا بيت العيانه تاخد بروستاجلاندين وتصحى الصبح تيجي لي بقى نامت اندر انستيزيا، اقول له دكتور التخدير علق لي محلول وفيه اوكستوسين ليه؟ حد لاكس مش هحسه، انا لازم احسه من بطن العين عشان اطمن، يعني حط ايدي كده على بطنها وانا بس اذا لقيته ادي حاسه انه مطمن. طب انا حسستوش تروح تشفط، ممكن تشفط اليوترس، فانت تقول للدكتور يركب لك اوكستوسين، كل ما تشفط كل ما اليوترس ايه يكونتراك حاسه اكمل كده. انا بجارد اجينست ايه بوستبارتم هيمرج، لان اذا كان اليوترس لاكس البلاد فيسز هتنزل ايه دم، يبقى اثناء بركب اوكستوسين قبل بدي البوست ايه بروستاجلاند. طب بعد بقى كتاب الاسم قال لك ادخل بمعلقه الكحل، حد يعرف ليه؟ خلصت سكشن خلاص وروح مصغر بقى، لان لما كان كبير انت مش هتعرف انت فين، انا فين هروح اعمل ايه. بس لما يبقى حجمه صغير وانا صغرته خلاص بعد السكشن اكحل عشان تو انشور كومبليت ايه بقى عنبايه قدام او تنزل عنبايه ورا. يبقى ما تنساش ليه بعمل جنت الكريتاج عشان اعمل كومبليت مولر ايفاكويشن، والله هتلاقي عنب جوه برضه. عشان كده اهم علاج از اوعى تضيع وقتك في الامتحان، مشكله في الامتحان تايم، انت مشكلتك انت بتقعد تشرح بقى قبل السكشن. انا مالي انا انت مش هتعملها اصلا، انت اهم حاجه عندي مين فولو اب. نيجي بقى للسؤال ده، امتى تعمل هيستيريكتومي؟ بيجي لك حاله كده يقول لك ذا بيست لاين اوف تريتمنت، تختار ايه؟ اشيل الرحم بالعنب في الحاله دي اذا لقيتها كبيره يعني فوق 40 سنه ومالتي بارا ومش عايزه تحمل، يعني عندها اربع خمس عيال وحملت فعلا، انت عايزها في حاجه؟ ما تشيل هول. ده غير كده كمان اذا كان انفيزيف يعني خارم الهول، على فكره الشروط دي مع بعض، يعني نفترض واحده صغيره وانفيزيف حشيل، طب نفترض واحده نون انفيزيف واولد واولد مالتي بارا هعمل سكشن. يعني قصدي اقول امتى اعمل سكشن بصراحه؟ اما الاقي كل دول مع بعض اولد ومالتي بارا ومش عايزه عيال، وممكن تكون مالتي بارا وعايزه عندها خمس بنات وعايزه ولد، ده بيقعدوا يحملوا تسع مرات وبرضه تيجي بنت. يعني قصدي اقول اذا كانت اولد ومش عايزه تحمل وفي نفس الوقت ايه انفيز. سؤال في الام سي كيو مش مكتوب في كتاب الاسم بس بيه، يقول لك بعد الهيستريكتومي هل كده ضمنت ان الاتش سي جي خلاص والعنب خلاص؟ انا شلت الرحم بالعنب، هل كده ضمنت ان مفيش عنب جوه العيانه؟ بس ميتاستاتيك. يبقى انا العيانه لازم اراقبها بايه بقى؟ اتش سي جي، اوعى تنسوه. يبقى افتر هيستريكتومي هل مش هيحصل ميتاستاسيس؟ الاجابه لا طبعا. يبقى اوعى تنساها دي، جت في الام سي كيو هتلاقوها في الاسئله بتاعت السنين اللي فاتت. يبقى هيستريكتومي هل اذا انا عملتها ضمنت ان مفيش فيزيكال؟ قول له لا، في ميتاستاتيك، يبقى تابع بمين؟ اتش سي جي. تعالى بقى نشوف الفولو اب، مش طز في ده كله. بس قبل ما امسح ده الجولد ستاندرد فور انفستيجيشن از الترا ساوند، جولد ستاندرد فور تريتمنت از سكشن. تعالى بقى على فولو اب، الفولو اب ده فيه اسئله شفوي بالهبل عشان افهم. ايه بقى الفولو اب بتاع العنب؟ هراقب حاجتين، هراقب اتش سي جي وهقول لك يعني اشمعنى بيتا بقى النهارده خلاص، والاتش سي جي ليفل بيبقى كام، اسئله بقى كتيره. الحاجه الثانيه بعمل بي في والترا ساوند، دي بجيبها كل شهر. نمسك ده الاول وده هسيبه في الاخر، ده طز. اهم حاجه عندي ده اتش سي جي. العيانه بقول لها يا فندم هتعملي الاتش سي جي ده بعد 48 ساعه، يعني انا نزلت العنب النهارده بعد يومين تعملي الاتش، انا متوقع يحصل فيه ايه؟ يقل اهو الكيرف اهو هيبتدي يقل. طيب هقول لها كل اسبوع تعملي لي تحليل، تخيل تعمل لك تحليل وتبعته لك وتقراه وانت تسجل عندك كل شويه تقرا ليه؟ انا متوقع ان كل شويه بيقل. هقعد اكمل كده لغايه امتى يعني؟ لغايه اما يبقى نل. يعني ايه كلمه نل؟ مفيش حاجه اسمها زيرو. بص بقى علشان دي نصيحه في الامتحان، اذا قلت له زيرو ده هيضربك اهي. امتى اقول اتش سي جي نيجاتيف اقل من 5 ملي انترناشونال يونت بير ملي؟ طب ليه ما قلت الزيرو؟ يعني بيجي يقول لك اتش سي جي امتى تقول عليه نيجاتيف؟ نل. اذا كان اقل من 5 هتلاقي 2، هتلاقي 1، هتلاقي مكتوب كده، لان مفيش الحمد لله في العالم كله كيتس شرايط بتديتكت اقل من كام؟ 5. فانت عندك اما يكتب لك اقل من 5 اعرف انه نيجاتيف، مفيش حد هيقول لك 2. طبعا في بعض المعامل في مصر تكتب 2 تكتب 1 ده تقدم خلاص. انا بقول لك في العالم كله لازم يكتب لك اقل من 5، اول ما يقول لك اقل من 5
ان ده ايه؟ نيجاتيف. يبقى ده السؤال الاولاني، يبقى انا بعمل كل اسبوع لغايه ما يطلع ايه بقى؟ اقل من كام؟ 5. كده انا مش ضامن. حد يعرف ليه؟ هو ممكن يبقى 4 صح؟ ممكن يبقى 3. طيب عيده الاسبوع اللي بعده، لازم تلاقيه كمان اقل من 5، عيده كمان اسبوع، انا عايز اضمن. يبقى انت هتعيده كام اسبوع يطلع نيجاتيف؟ 3. بعد كده تعمله شهريا لمده سنه، نهار اسود ده كله. يعني احنا عندنا الفول اب مهم جدا، لان العينه دي اذا كان فيها عينه جوه وقلب كله كارسينوما هتندم. يبقى انا بجيب العيانه اقول لها كده، ايه تاني فريكونسي؟ بعد كام؟ 48 ساعه، ثم اسبوعيا لغايه كام نيجاتيف يطلع اسبوعيا؟ 3. ثم شهريا لغايه 12 شهر، سنه. طيب العيانه الكيرف بتاعها اهو. هي دي الكيرف. اكبره ونشوفه. كان بتاع الشرح كل حاجه. طلع انه بيقل يقل 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 لغايه ما يوصل كام اسبوع؟ 9 ل 11 اسبوع، يبقى اقل من كام؟ 5. اول ما يطلع اقل من 5 هنعيده اسبوعيا، وبعدين كل شهر لمده ايه؟ سنه. في بعض الاحيان بيطلع لي بقى الثلاث اشكال دول. رايزنج يعني بيعلى، بلاتو ثابت، اب نورمال ريجريشن غير المتوقع. في الثلاثه دول بدي ميثوتريكسين علاج كيماوي، تفتكر ليه؟ دي اكيد كله كارسينوم. ها يعني انا دلوقتي وانس لقيته بيعلى او بلاتو او بدي ده امبيريكال على طول، الحق بسرعه. يبقى العيله دي امتى اديها ميثوتريكسين؟ اذا لقيته ها رايزنج او بلاتو او ابنورمال ريجريشن. نسال اسئله بقى، اشمعنى بيتا؟ يعني ليه ما بيعملوش الفا؟ نكتبهم بقى مع بعض الحاجات دي. احنا عندنا اربع هرمونات في المنهج ليهم جلايكو بروتين، اسمهم جلايكو بروتين، اللي هم مين بقى؟ اتش سي جي، ال اتش، اف اس اتش، تي اس اتش. يبقى عندي كام هرمون في المنهج في جلايكو بروتين؟ الاتش سي جي والال اتش والاف اس اتش والتي اس اتش. ليهم الفا سب يونت في البروتين وبيتا ايه؟ سب يونت. طيب انت عندك الالفا دي نون سبيسيفيك، يعني ايه؟ يعني الالفا بتاع الاتش سي جي شبه ال اتش شبه، يبقى ما قاسهاش. امال البيتا سبيسيفيك؟ بس في مصيبه انتوا ما تعرفوهاش بقى، ان البيتا بتاع الاتش سي جي وال اتش شبه بعض بنسبه 70%. يبقى ما اسالك بقى في الامتحان، لما اقيس البيتا بتاعك دي ممكن تتلخبط مع دي ولا لا؟ اعمل ايه اخلي ده نيجاتيف وامنع الحمل؟ هو كاتبين في كتاب اسمه ميثود اوف كونترسبشن، ما العينه ديت اذا هتقعد سنه سنتين، ايه حسيتها كده؟ ما ممكن تحمل، يبقى لازم اديها حاجه لمنع الحمل ولا لا؟ اديها انهي طريقه لمنع الحمل؟ انهبت مين؟ ال ال اتش، وفي نفس الوقت امنع الحمل، اضرب عصفورين بحجر. حبوب منع الحمل، اي اورال كونترسبتيف بيلز، الكتاب القديم كاتب بقى انجكتابل تنفع غلط. كاتب صدر مال، على فكره مفيش غير دي والحمد لله صلحوها. اورال كونتراسبتيف بيلز، هو الاورال كونتراسبتيف بيلز دي اللي هي الكومباين دي حبوب منع الحمل فيها استروجين اند هتعمل ايه على ال ال اتش؟ نيجاتيف فيدباك. يبقى انا كل مره بقيس مين؟ اتش سي جي. فهمت قصدي؟ يبقى عشان ما نخبطيش مع ده، لان بعد ما العينه تخلص الحمل هتلاقي ده بيعلى، فهيلخبطني مع ده واشك. يبقى انا بدي حبوب منع الحمل انهبت ال ال اتش واقيس ده بس، وفي نفس الوقت منعت الحمل. حد يقدر يقول لي بقى ليه اللولب ما ينفعش؟ هو اللولب مش هيعمل نيجاتيف فيه، اللولب بيشتغل على الرحم. طب ليه الكوندوم ما ينفعش؟ بوق ذكري هيعمل ايه؟ ده بيمنع السبرم توصل بس. طيب ليه بقى الانجكتابل حقن لسه ما خدتوهاش؟ حقن بتاعت الثلاث اشهر دي هاي دوز بروجستيرون، هتعرفوا اللي بياخدوا حقن بينزل عليهم نزيف. طب ما تاخد الحقن وينزل عليها نزيف، حوالي النزيف ده من الحقن ولا من الكولوكارسينوما؟ فهمت قصدي؟ عشان كده ما استخدمش حقن، انا عايز حاجه ما تعملش بليدنج، حاجه تنهبت ال ال اتش، حاجه تمنعني الحمل 100%. طب ليه ما اديش كبسولات تحت الجلد وهوريكم ازاي بتتركب؟ هنا بيركبوها في دراعاتهم، لانها بتطلع بروجستيرون قليل، يعني بتنهبت الاوفيليشن بنسبه، بتنهبت ال ال اتش بنسبه 60%، يعني ممكن يعلى ولا لا؟ بص طلعت نزلت، انت مش هتعرف الاسباب دي،
اهم طريقه از اورال كونتراسبتيف بيز. كده بقى مغلس عليك في الشاب اقول لك الاتش سي جي بتقيس اني واحده صبيونت هتقول لي بيتا. ايه مشكلته؟ انه بيتلخبط مع البيتا بتاعت ال ال اتش بنسبه 70%. اعمل ايه؟ اديها حبوب منع الحمل طول ما انا متابع. طيب السؤال اللي بعده هو امتى اقول نل؟ النبي اقل من 5 مللي انترناشونال يونت بير مللي. طب انا كده تابعت الاتش سي جي، عايز اتابع ايه تاني؟ هجيبها شهريا بقى في العياده، اعمل لها دي بي في والترا ساوند، طبعا سونار. دلوقتي البي في الستات بترفض، يعني تيجي تقولها في حصر تقول لك ليه؟ ما في سونار. ها؟ هعمل سونار اشوف حاجتين، اشوف انفليوشن. يعني ايه كلمه انفليوشن؟ الرحم كان هنا بعد الولاده بيحصل ايه او بعد نزول العلب؟ يصغر، اراقبه انه بيصغر، لان اذا كان كبير هخاف. يبقى انفليوشن اوف تيشوز، الاوفر يصغر واليوترس يصغر. ده غير كده الكياس يحصل لها ايه؟ ديسابيرنس، لانها ظفرت ممكن تقلب كله كارسينوما، انت هتعرف دلوقتي. يعني قصدي اقول ان الاثنين دول براقبهم شهري. يبقى العين اقول لها اشوفك كل شهر مره، بس تبعتي لي كل اسبوع ايه؟ الاتش سي جي لغايه ما يطلع كام مره نيجاتيف؟ 3. ثم شهريا لمده كام؟ سنه. ايه الاحتمالات اللي هتحصل؟ 80% كيور الحمد لله، 15% تخرم. يعني ايه؟ بتقلب كوليوكارسينوما بنسبه كام؟ دي اللي بتيجي في الام سي كيو 5%. يبقى الكوليوكارسينوما بنسبه 5%، الحته دي فاضيه. هتكتب لي السؤال. طبعا الكوليوكارسينوما كتاب الاسم كتبها في كتابين، في الجاينا والاوستافيك، تمام؟ فاحنا ان شاء الله هناخدها في الجاينا، لان مش هناخد هنا حته وهنا حته. يعني قصدي اقول هناخدها مع الاونكولوجي. فهنا هتكتب لي بس ريسك فاكتور اوف مالجنانت جي تي ان. يعني ايه؟ هقول لك. هكتبها هنا في الحته الفاضيه. مين العيان اللي تقلب كوليوكارسينوما؟ هو ده اللي انا عايزه. ريسك مكتوبين، ريسك فاكتور ان العيانه تقلب مالجنانت جي تي ان. احنا قلنا يعني ايه جي تي ان؟ جيستيشنال تروفوبلاستيك تيومر او نيوبلازم. اللي هي كوريو يعني. ايه الحاجات اللي تشككني في الفيزيكولا هرمون انها قلبت؟ رقم واحد، اذا كان عمر العيانه دول زي اسمك اكتر من 40 سنه. دي هتقلب. بس لما تبقى اقل من 25 سنه عادي، مش احنا قلنا بتيجي في الاكستريمز؟ يبقى اذا زادت عن 40 سنه تعتبر مالجنة. طيب اللي بعدها، قالت لك كان عندي قبل كده عنب. على فكره طالما ريكارنت تقلب كوليوكارسينوما. يعني بتقول لك الحمل اللي فات عنب والحمل ده برضه عنب. طيب ثلاثه، اتش سي جي اكتر من 100,000. طب ما احنا قلنا كلهم ايه؟ بس ده بري تريتمنت، يعني قبل العلاج. يعني انا لقيتها معديه ال 100,000 قبل العلاج، اشك انها هتقلب كوريو كارسينوما. اهم واحده اللي جايه ثيكال يوتين سيست، اللي هي الكياس. حجمها اذا زاد عن 6 سم السونار تقول هتقلب جي تي ان مالجنا. يبقى بسألك ايه الريسك فاكتور؟ مكتوبين في الكوريو كارسينوما، دولت اللي هاخدهم النهارده. ايه الحاجات اللي تشككك ان العنب بيقلب مالجنا؟ هتقول له اذا كان عمرها كبير مش صغير. إذا قالت لك قبل كده جالي الفيزيكولا هرمون. إذا قالت لك إن الإتش سي جي معدي قبل ما تاخد أي علاج. يعني دول منازل العنب. الثيكال يوتين سيست أكتر من 6 سم، دي أهمهم. يبقى إذا جاب لي في حالة حاجة زي دول أقول له كونسيدر مالجنان. ليه؟ لأن هديها ميثوتريكسين. الحاجات دي كلها تاخد ميثوتريكسين.